أنا عائشة الجابري، عائشة سعيد محمد الجابري من سلطنة عمان. ليست هذه أول زيارة، وليست إن شاء الله بالحياة آخر زيارة. أنا هذا بيتي الثاني. أنا في تايلند لا أعرف أبداً أي مستشفى ثاني، بس فقط من مستشفى وشتاني من 2007 لغاية هذا اليوم، وأنا دائماً زيارات لمستشفى وشتاني. هذا المستشفى الكبير أنا أول ما عرفته كان صغير، كل الأقسام كل الذكريات مع هذا المستشفى. بشكل سنوياً أنا أجي، لست وحدي، أجي أنا والأولاد، أنا والوالدة، أنا وإخواتي، أنا وزوجاتهم، أنا وجيراننا، أنا ومعارفنا، كلنا. اللي يجي أول مرة ما يروح المستشفى الثاني أبداً. كل الأقسام أنا دخلتها لأنه كان أحسن اختيار. أي حد يسألنا كيف عن تايلاند، روح المستشفى وشتاني. كل الأقسام اللي مريت عليها، العظام، المخ والأعصاب، عيادة الدم الباطنية، الأسنان، العيون، معظم التجميل، كل العيادات مكان متكامل لله الحمد. أنا من سنوات وأنا أشتكي أن عندي صداع، صداع مستمر، وعالجت هناك بعد ذلك يعني خلاص ما في فايدة. فأنا قلت خلاص يعني هم يقولون كله يعني بروح العمر وكذا، يعني الفكرة هاي زرعوها في راسي إن فعلا العمر هو يخليني مثلا يعني يجي الإغماء وأدوخ وكذا. يعني بعد ذلك زادت الإغماءات، فقلت يعني لازم أكيد في شيء طبي. يعني فكرت أول شيء في وشتاني، تواصلت معاهم. وعلى فكرة في ميزة في مستشفى وشتاني، أنا حتى لو بلدي أتواصل معاهم، قسم العربي، الأستاذ عبد الباسط، الجماعة اللي كانوا قبل اللي راحوا وحين ما زالوا، وكل الستاف العربي نحن نتعامل معاهم ونحن في بلدنا. وعلى طول يعني يفتحوا ملفنا، يقابلون الدكتور، يكلمون الدكتور، يردون علينا أيوة في علاج، خلاص كده نحن نرتاح ونجي نحن خلاص على بينة. فانا اشتكي من الصداع ومن الدوخه وكذا، يعني اعطوني الضوء الاخضر انه في موجود هنا. لما جيت هنا جايه اني بروح مستشفى ثاني، لكن لما وصلت هنا قلت خلاص يعني هم قالوا لي وبجي هنا. جيت وسويت العمليه العام 2019، وبدون خلاص خلصت العمليه وطلعت من هنا وانا ما عندي ابدا، ما في ادويه، العمليه فقط، والدكتور قال ناجحه من الله سبحانه وتعالى و100% انا اعرف نجاحها. روحت بلدي انا ما عندي ولا حبه دواء ولا مسكن ولا شيء ابدا. الحمد لله رب العالمين، فضل الله سبحانه وتعالى. وكملت هذه السنه الثانيه، واروح هناك على المستشفى الدكتور يقول اذا في شيء كبير راجع المستشفى. انا عمليتي عالميه موجوده في اي مكان تروحي له، لكن انا ما احتاج اروح مكان ثاني. الحمد لله جدا جدا جدا، راح الاغماء، راح الصداع، راحت الدوخه، الحمد لله رب العالمين. اول شيء يعني سريع، وبعدين يعني متعامل جدا، يعني بعدين يعني بروحه يعني مثلا يعني ينصحوني باشياء، مثلا يعني هذه تناسبك، هاي تناسب ذا العمر، هاي تناسب هذا العمر، مو اجباري، لكن يعني انت لما تفكر فيها تشوفها صحيح. يعني انا عملت انا واخوي وابني، ابني صغير، كان اي مستشفى ثاني ممكن يقول لها خلاص هذا الورق واختاروا انتم، لكن هم يقدمون النصيحه اول حاجه، وبعد ذلك يعني الاشياء الثانيه. لكن اول شيء النصيحه اللي هي تخصني انا وعمري انا وعمر ابني وعمر اخي كذا. يعني حسب خورتي اول شيء انا مرتاحه جدا بالمستشفى، طالما انسان مرتاح في بيته ما بيبغى ينتقل مكان ثاني. انا كذلك هذا بيتي انا في تايلاند، كل حاجه لو مثلا سالهم اي سؤال سواء عن حديق عن اي حاجه بيعطونهم النصيحه. فكيف لو كان طبيا، انا انصح بمستشفى وشتاني لجميع اي حاجه، لعمليات تجميل، لاشياء تجميليه، لاشياء مثلا يعني فحوصات شامله، لعيادات، لجميع العيادات، للاطفال، للكبار، للصغار، للمراه، للرجل، انصح الجميع، انصحهم يعني من قلبي، انا اخذتهم وما اكذب عليهم، انا فعلا عملت العمليه ورايحه بدون ادويه، والحمد لله رب العالمين، عمليتي ناجحه جدا 100%، وكذلك والدتي، كذلك اخوتي، ابدا ما في ابدا يعني، حتى العمليات على فكره اخي عمل معاهم هنا عمليه التكميم. ايوه قص المعده، موجود كل حاجه موجوده معاهم في مستشفى وشتاني. غير هذا كله بعيد عن الزحمه، بعيد عن الجو حلو. يعني نحن زمان لما جينا هنا كان ما في، الحين ما شاء الله مستشفى متكامل ومتوسع جدا 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 جدا. يعني اللي يجي الحين مثلي انا وجاي زمان كثير، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. حامي
ากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ